شو تفضلت حضرتك؟ هلا مرت عمك بدها تفصل زيارة الولد؟ لك يا عمو، مرت عمي اجت لعندي وقالت لي انه هيك العادة، طولي بالك. شو عادات ما عادات؟ ما قصدي انا هي الشرشوحة اتفصل زيارة حفيدي انا. يا عمو بوس ايدك حاج تعلي صوتك لك. وليش بالله خايف تسمعك؟ لك يا عمو لك انت شو خسرانة؟ اذا القماش جاي تاخده معدي من الدكانة، واذا بكرة بتعطيه لشي خياطة شرشوحة مبهدلة مثل شكلها. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا مو، كرمال الله بوس ايدك. اسمع، ديارة حفيدي ما حدا بفصلها غير انا. لك يا ام مشان الله وطي صوتك ان عليك بلا مشاكل، وخلاص فصلي اللي بدك يا، وهنن كمان يفصلوا اللي بدهم يا، وبس تيجي الولد لبسيه انت اللي بدك يا، منيحك خاطرك. اخ اخ بس يا ربي دخيلك، انا كل ما بتذكر انك تزوجت بنت عمك بجي لجد. كيف وافقت انا؟ كيف وافقت؟ شرشيح لا قدر ولا قيمة. شو بدي اقول لك رافع؟ عم تشوفه لابن عمك عزيز؟ حاكم صار لي زمان ما شفته بالحاره. والله يا عقيد ابن عمي عم يضل بالدكانه، حتى انا ما عم شوفه، هي على حساب مو بس ابن عمي وجوز اختي كمان. طيب شو رايك نروح نزوره بالبيت ونطمن عليه؟ شباب مخطف لهناك، انت راي لبيت اختك مو راي لبيت حدا غريب. يعني انا برايي بلا روحت البيت، خلينا نشوفه بالدكانه مو احسن عقيلي؟ خير رافع، في شيء قل لي. بصراحة عقيد أنا يعني روحت بيت عمي كلها ما بحبها. السبب؟ ما رح خبي عنك عقيد، أم العز هي السبب، يعني هيك بحس حالي تقيل عليها وأنا ما بدي أحرج أختي. أنت مو رايح تزور أختك بس، هدول بيت عمك رايح تزورهم وتطمن عليهم. إيه بس أم العز ما بتفهمها هيك، أم العز تفهمها شهادة ومسكنة، هذا غير الحكي اللي بتسمعه لأختي عطالة والنازلة. الله وكيلك يا عقيد. الله يصلحها مرت عمك، ما حدا خالص من شرها. لك أنا اللي بدي أفهمه شو بدها؟ الله عاطيها كل شيء، عندها شاب إيه ما في مثله بالحارة، والله بعت لها كنة آدمية وحنونة، ليش هيك عم تتصرف؟ الله يهديها أحسن شيء عقيد. ليك أنا رايح أشوف ابن عمك مشان جمعية الحارة. إيه إذا بدك روح، بس إن شاء الله الله فيني من هالروح. روح استناني بالديوان ونص ساعة بالحارة. يلا أمرك عقيد. سلام. قلت لحالي بالمرة بمرق لعندك وبتطمن عنك، وبالمرة بذكرك بمصاري الجمعية يلي لازم تدفع لنا. يا أهلين وسهلين بالعقيد، والله نورت. من بكرة إن شاء الله بكونوا عندك المصاري بالديوان من عيني هي قبل هي. الله يعزك يا عزيز. الله يخليك. أهلين وسهلين بالعقيد. ليش عزبتي حالك أم العز؟ ولو مشان واجبك. شرف عقيد شرف. يسلم والدين. ايه صحيح، بدي اسألك، صحيح اختك نهال خطبتوها لابن ابو عبده؟ ايه والله، والخميس الجاي كاتب كتابهم ان شاء الله. يو هلا من بين كل رجال الحاره ما لقيته غير ابن ابو عبده. ليش يا مو شو ابو عبده؟ والله شب قبضاي ومعدل كل الحاره بتعلم في اسمه. شو هالحكايات اللي عم تحكيه؟ ايه ما معه النقله. بس يا ام العز، نحن اشترينا رجال، ما اشترينا شوال مصاري. لا تواخذني يا عقيد، انت مثل اخي، يعني الناس مقامات، يعني انت ما بيصير ترضى انه تخطب اختك لابن الطيار. يا مو ان كنودة عم بتنادي لك، الله يوفقك، روحي شوفي شو بدها. يسلموا ايديكي على ضيافه. قومي قومي يا مو. ماشي ماشي، رايحه عن اذنك عقيد. عقيد ان شاء الله لا تواخذني، بس امي هيك شو بدي لك حكياتها يعني دج. الله يصلحها ويهديها لك. الله يعينك على هيك أم. شو بدنا نسوي عقيد؟ أنت قلت أم. مرت عمي، يا مرت عمي شو في؟ ليش عم تعلي وطي صوت؟ شو هاد أصفر وأحمر وما بعرف شو لابسة؟ والله مجهزة حالك خير إن شاء الله. لوين؟ رايحة لعند أمي بدي زورها، مشتاقت لها كثير. بدك تزوريها؟ مشتاقتي لها كثير. إيه معك حق والله. إيه فوتي على أوضتك، فوتي ما في روحة. يلا
مرت عمي ليش؟ روحي عند اهلك ما في، فوتي انضبي. بس يا مرت عمي انا اخذ اذن ابن عمي وهو سامح لي روح لعند اهلي. حبيبتي الكلمه بهذا البيت هي كلمتي انا. مرت عمي والله العظيم مشتاقه كثير لامي واخي، بعدين كثير كثير مشتاقه لبيتنا الله يوفقك. بيتكم؟ ليش هاي الخرابه مسميتيها بيت؟ لا يا مرت عمي عم تعايريني فقر بيت اهلي. لك حاجه تردي بوشي؟ انا قلت لا يعني لا. وشو رايك اذا قلت لك انه انا بدي روح وبيت اهلي اللي مو عاجبك احلى من هذا البيت؟ وليه؟ عم تشبهي بيتكم الخرابه بهذا البيت؟ يصح لك حاجه تقولي خرابه؟ ولك شوفي ليش صوتكم طالع انت شلون تسمح لمرتك تروح لعند بيت اهلها؟ ابن عمي الله وكيلك عم تحكي حكي على بيت اهلي لا بنحط بميزان ولا باقبان. يا مو شو المشكله اذا راحت لبيت اهلها وزارتهم؟ شو المشكله؟ يا ما بكفي رضينا فيها؟ كمان بدها تمشي كلمتها علينا بنت ام رافع؟ مرت عمي لا جيبي سيرة امي على لساني. هدى لا ترفعي صوتك قدامي بامي بالمرة. ها؟ ها هذا اللي بيطلع من الشرشوحة بنت الشرشوحة. عم اقول لك ما جيبي سيرة امي. ها؟ لك هدى خلاص عم تتركني ابن عمي؟ انا رايحة لبيت اهلي. شد كلمتها دربي سد ما يرد. لك اخ لك انا شو سايب حالي اخ؟ ولك انا مين بدي ارضي لارضي؟ بس قولي لي مرحبا صهري. علينا هاي مرت عمي. تفضلي تفضلي. أنا جاي أحكي معك كلمتين ومشي. إذا كرمال هدى وخصوص إني ضربتها سديني يا مرت عمي أنا ما كنت أقصد أضربها بالمرة. بس شو؟ ما قدرت تكسر كلام أمك ما هيك؟ شو بدك يعني ساي مرت عمي؟ أغضب أمي؟ أنت بيهون عليكي؟ ليك عزيز لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا بدك تضل وراء أمك وأعمالها المو منيحة ضد بنتي فعلى الدنيا السلام. شو قصدك مرت عمي؟ يعني أنت من طريق وبنتي من طريق. استغفر الله العظيم شو عم تحكي أنت مرت عمي؟ ولك أنا هدى بحبها وما بحسن عيش من دونها الله يوفقك. يعني والله ما يعرفان شو بدي اعمل، شغلي مو بايدي. معناتها الله يرضى عليك افصلها عن امك. شو قصدك مرت عمي بدك يعني تخلى عن امي يعني؟ لا بس على القليله اشتري لبنتي بيت قاويه فيه وابعدها عن فصول امك. عزيز ناقصه تعال بسرعه بيتكم هبط. شو؟ الله اكبر على الحكي. الحمد لله على سلامتك. لك شو صار؟ شو صار يا ابو؟ طمني عنك شلون انت بخير؟ شو يا ابو؟ لا لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم انت بخير يا ابو، المهم انت بخير. عم يجي شيء قليلي فيك شيء؟ ما بعرف ماني حاسة بشيء. يا لطيف طيب خلونا ناخذها على الخستخانة. عزيز هذا لعندي على البيت يلا. لا والله ما بتروح الا لعندي على البيت. الحمد لله على السلامة. خلينا هلا خلينا امشي امشي يا ابو امشي امشي هلا بنشوف. خليني ساعدك. الحمد لله على السلامة. خليني ساعدك. ما بدي يسلم. يمكن اكلي مو قد المقام بس بيقولوا انه نفسي على الاكل طيب كثير وبيعجبك. يعني اذا بتحبي مرت عمي بقول له لاخي رافع يجيب لك صفيحة من الفرن. مو جع بالي. طيب بتحبي تفوتي تسطحي جوا؟ وين بدي نام هون؟ يلا يلا شري صغري شري شري صغري يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرضى عليك يا عمي. شلونك يا عمي؟ يا ميت اهلا وسهلا صغري. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك هدى الله يسلمك. شو يا عمو شلون صرتي؟ كيف بدي يصير يعني وانا قاعده بهيك بيت؟ تعي شوي يا مو. شوفي لك شوفي
فيني افهم شو بدك؟ ايه مو قدراني ضل هون، قرفانه كل شيء بقرف. هي معناتها فوتي البسي ملايتك وخلينا نروح. لوين؟ على بيتنا، منروح انا وياكي لهنيك ومننا. بالله بدك يعني نام ببيت خرابه كله تراب؟ بدك تبوس ايدك يا فو. الجماعه استقبلونا احلى استقبال وعم يطعمونا احلى اكل وعم يعملوا اللي عليهم. لك شو صار لك بالك؟ والله لحد جننيني، ما عم فهم عليكي. لك ومن ايمت كنت تعصب علي؟ لك يا مو لانك حيرتيني، لك ما لي عرفان شو بدي ساوي، حاجه تخجلني قدام العالم، لك حاجه. خلص خلص فهمنا. روح روح. الله يسلم ايديك على المكدوسات يا ابو. ان شاء الله صحة وهنا. طمني ابن عمي، رح يرجع البيت مثل ما كان. بدك لك رح يرجع احسن من الاول كمان. الف الحمد لله. والله يا ابن عمي انت ما قصرت وهميت هم مرتب على البيت، الله يعطيك العافية. اخو لولا ابن عمي، والله هذا كله بجهودك، لولا وقفتك معي ما كنت خلصته بهالسرعة. انت مفضي. ربنا خير ربك. يعني هلا اذا اخي رافع ما ساعدك بهيك، نحن مين بده يساعدك بيوقف معك؟ الله يخلي لي يا اخوي، يا رب ولا يحرمني منكم. صهري شو رأيك أعمل لك صحن ومع كاسة الشاي تعطيهم لأمك تفطر؟ لا مرت عمي ما في داعي، ما في داعي. اي والله ما حبي، لازم تعطي لي لأمي. لكن والله ما بعرف شو بدي أحكي، خلاص هلا بطلع بجيب لها بالأكلات اللي هي بتحبه. خلاص أنا رح أقوم شوفها وشو شو بدها نعمل. ما في داعي لا تعزلي. أنا بجي لحالي. إيه أهلا وسهلا مرت عمي. تفضلي تفضلي سكريني. يا ميت أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي مرت عمي. والله يا أم رافع سلم هالإيدين، يعني أكلاتك ما بتفوت وهذا اسمه العز الدايم، ما حروحوا على حالي. إن شاء الله ألف صحة وهنا إن شاء الله. على قلبي. تفضلي وهي كاسة شاي كمان. مو لحدا؟ لا مو لحدا. لا لا لإلك. إلك شكرا. امسكي يا مو امسكي. أخي ربي والله هلا حلي الفطور. إن شاء الله صحتين وهنا. عيل دكتور وهي من إيدي كمان. أربي أربي لهو لجيك بعدتي تعي. طعميني طعميكي لك شو ان شاء الله صحتين. ايه ايه ها ايه ها يا الله لا يحرمني.